لا تحبوني صح وتسمعوا كلامي، بارطاجوا اولا هذا الفيديو، وصلوا هذا الميساج، كوبوا هذا المقطع وصلوا هذا الميساج، ديزابونو من القنوات نتاعهم، ديزابونو ديروا ديزابوني، اخرجوا اخرجوا من قنواتهم، ما تدخلوش مام الفيو مشاهده ما تسجلهاش، ديروا تجاهل في اليوتيوب، ديروا لهم تجاهل في الفيسبوك، ديروا لهم تجاهل، ما تهتموش بهم، حاولوا تقنعوا خاوتكم جيرانكم اهلكم، ديروا منشورات، ديروا هاشتاغات، ديروا قاطعوا لي فيديو نتاعهم، هذاك اليمني، هذاك اللي راسه مكعب، هذاك فواز، هذاك عماد فواز، هذاك العلجم، هذاك الضفدع المدور، هذاك القرنوي، هذاك ذاك الضفدع، هذاك عبد العال ولا مش عارف شو اسمه، هذاك سليمي الخامج، هذاك اللي المسخ الفايح اللي اسمه ابرنوس، هذون كامل ديزابونو من عندهم، ما تدخلوش، مجرد الفضول كمام يدير لك عنوان جذاب ما تشوفوش، صوم عليه يعني مباشره، غير الان اذا تسمعوا كلامي وتاخذوا رايي ديروا ديزابوني، ديزابونو من عندهم وتجاهلوا ولا بلوكوا القنوات نتاعهم وبلوك، ما تهتموش بهم، ما تعطولهمش وجه. المشكلة أنكم أنتم ما راكمش عارفين باللي كي تدخلوا وتسمعوا لهم وتبارطاجوا لهم وبحسن النية، أنتم زي ما تقول شوف شراه يقول هذا المرة كي على الجزائر، شوف ذا وش راكم تديروا، راكم تزيدونهم في الثروة نتاعهم، وهم هذا هو الغاية نتاعهم. صدقوني لو كان تنسحبوا بالآلاف من عندهم، تنسحبوا من قنواتهم وتسينيالوهم وتبلوكوهم، تسينيالوهم وتبلوكوهم، هم يتوقفوا عن الكلام. بصح هو راه شايف راحته، هو راه يستفز فيك ويقلق فيك، وانت تدخل عنده اولا تضمن له الشهره، يرجع مشهور، لما تشوف كي يعرف روحه باللي قلقك انت الجزائري او على باله باللي فرح المروكي، يضمن في الشهره، يتعرف يعود معروف، وهم هذو الناس مستعدين انك تبول له على وجهه وتبول عليه ويعود مشهور، مشهور باللي بولت عليه، المهم يعود مشهور، عندهم هوس انت الناس كامل تعرفه، هذا تلقاه يخرج في الشارع ويوري في وجهه للناس باش يعرفوه. انتم راكم تساعدوا فيه مع الشهره، يرحم والدك، جيتكم بجاه ربي يعني كيما نقولوا استحلفكم بكل عزيز لديكم، ديزابونوا من عندهم، هبطوا لهم العدد المشاهدات وهبطوا لهم المتابعه وبلوكوهم، خلوهم نسيا منسيا، خلوهم يخاطبوا ويتكلموا مع انفسهم، ما تقيموهمش. علاش انايا راني نتكلم في الجمهور الجزائري؟ لانني اولا هذا هو الجمهور تاعي، هذا الجمهور اللي نحبه، وهذا الجمهور اللي نخدم على جاله، اللي يهمني انني نوصل له الوعي، نوصل له انه يكون فاهم جيدا انه عندك عدو خارجي، الاعداء الداخل كاين مناسبه راح نتكلموا عليهم، عندنا اعداء في الداخل بدون شك، كي يكون عندنا فساد في النظام، كي يعود عندنا عربده، كي تكون عندنا كذا، هذه امور واجبنا اننا نشيروا لها، ولكن ذكر عندنا عدو خارجي راه عنده شهوه انه يحتلنا، شهوه انه يدمرنا، اذا لازم هذا العدو الخارجي احنا كامل اللي في الداخل نتحدوا ضده، مش نردوه ما نخلوهش. هذا المنشورات نتاعهم العياشه والبوسبير، المنشورات تاعهم المسيئه للجزائر، وراهم يجروا في اليونسكو ويحاولوا يطمسوا وجود الجزائر وتاريخ الجزائر، والرسائل الاعلاميه اللي يوصلوها كل يوم، هذه معركه اعلاميه لازم احنا نتصدوا لها. كيفاش نتصدوا لها؟ اننا نامنوا عقول شبابنا وعقول ابنائنا ونشعلوا فيهم الروح الوطنيه. يبقى عدو الداخل، كي نكملوا من عدو الخارج هذا، كي تنتهي هذه المعارك نعاودوا نرجعوا لعدو الداخل. امور ماناش ما 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 ماناش شياتين ولا قوادين للنظام من الاخر، هذه انا باش تكونوا عارفين عقليتي وعارفين طبيعتي. بصح الان انا نشوف في عدو خارجي خطير جدا، راني نشوف في هذه المروك بوزبير راه جايبه الكيان الصهيوني، جايبه فرنسا وجايبه اسبانيا، جايبتهم يحاربوك، يحاربوك في الاقتصاد نتاعك، يحاربوك في لقمتك، يحاربوك في ثقافتك، يحاربوك في تاريخك. الكيان الاسرائيلي ولا الصهيوني وصل الى درجه انه يهدد باستخدام السلاح على الجزائر، استخدام الحرب على الجزائر. فيا جماعه ارجوكم ما لازمش نكونوا سذج وتافهين في حق بلادنا وفي حق وطننا لهذا الى هذه الدرجه. ما لا اسمعوا نصيحتي، ديزابونوا من عندهم، اخرجوا من قنواتهم، ما تسمعوا لهمش، ما تهتموش بهم، اهتموا بالجزائريين تاعكم. هذوك ما راهمش دوكا يقول لي واحد يقول لي مصطفى لازم نسمع من الطرفين، لا 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 لا, 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 لا. كاين اطراف لازم تسمع لها، يعني لما يكون كاين 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 صوت عاقل، صوت عاقل اللي مش جاي يلوث لك السمع نتاعك ويلوث لك التفكير نتاعك، هذاك وين اسمع له. لكن هذو راهم داخلين
انا ارحم والدك، يعني ما هي الفائده اللي راح تخرج بها بعد ما تقعد ساعه وانت تسمع في سليمي ولا ابرنوس؟ انا ابرنوس ريسكيت، ضحيت بالكثير من وقتي وانا نسمع له، انا على اساس انه ابرنوس ممكن ما كانش فائده، مجرد تهكم وكذب وجمع المال، فرح يعني يحقق المشاهدات ويدخل دراهم. دي زابوني من عنده، انت اللي تعطيله في الدراهم، خليه بينه وبين بوزبير، الشعب تاع بوزبير يرفعوا هذيك مسالته. بصح انتم ما تمدوا له، انتم راكم تعاونوا فيه صراحه، راكم تعاونوا فيه، نهار اللي تسمعوا له نهار اللي تبارطاجوا له، وما تشوفوه ما تسمعوا له ما تبارطاجوا له، وكي كل ما تشوفوا فواكيرهم وتشوفوا وجوههم بلوكوهم وتيزابوني وخبط الحظر وسينيالي ثاني، ماذا بيك تزيد سينيالي قبل كي تسينياليه باش تعطلوا، ما يوصلش ما يوصل ما يزيدش ينتشر عند الناس الاخرين. وهذه الرساله نتاعي، حاولوا قدر الامكان انكم تبلغوها لاكبر عدد من الجزائريين. قال خلاص راكم كي تنقصوا عليهم الموارد الماليه، كي تنقصوها عليهم اوتوماتيكمون يسكت ولا يقعد ينبح كي الكلب، ويعود عنده جمهور هكذاك محدود خلوه بينه وبينه كلاب فيما بيناتهم، بما فيهم هذاك اليمني، انا نسيت اسمه اليمني هذاك، ايه شحال من فيديو انا تفرجت له يا صاحبي، متناقض اليوم مع الجزائر ومع الغدو مع المغرب، اليوم حتى الشعب المغربي مش بوسبير، نتكلم على المراكة يا ودي زابونو من عنده هذاك، واحد كيما هذاك يعني واش من فايده؟ ياك انت مروكي بوسبيري مغربي عندك قناعاتك وعندك افكارك، افتح قناه وهدر انت سيدي، وعلاه مخلي انت واحد يمني ولا مخلي واحد؟ انا بالنسبه لي هذو الناس لما يدخلوا في بيني وبين بوسبير، انا راني نشوف فيهم والله صراحه يعني اغلبهم مرتزقه، ما رانيش قليل وين نلقى واحد ولا اثنين نلقاهم اللي عينهم على انهم يوصلوا رساله ولا فاهمين باللي التطبيع، خاصه اللي يتكلموا على التطبيع نحييهم، ملاح هذوك اللي هم ضد التطبيع. بصح اللي دخلني ويدخل خلينا نشوف في هذه المسائل، انا كاع ما كاين ثاني هذاك صابر مشهور ولا مش عارف شو اسمه، صابر مشهور عيب والله، غير عيب، عيب جزائري والله غير عيب، اقسم بالله العظيم غير عيب، جزائري يريح يضيع من وقته ساعة ولا نص ساعة هو يسمع صابر مشهور، يعني شكون صابر مشهور؟ يعني انت خليت كاع المفكرين والصحفيين والاعلاميين والسياسيين والمؤثرين ورحت لصابر مشهور، صابر مقعور اللي ما عنده لا دين لا ملة، يعني يوم معه ويوم ضد، يوم معه ويوم ضد، مازال ما فهمتوش باللي راه مرتزق يطلب في الدراهم من جوجل ادسنس، مازال ما فهمتوش، ماكمش فاهمين باللي كي تتفرجوا راه يدي في الدراهم هو، ما يهموش والله، ما يهمو في قسامك والله، ما على بالو بك لا بالدين تاعك لا بالافكار تاعك لا ما يهموش، قليل وين نلقى حبه مليحه يعني اللي صح. مثلا كي تشوف ما عنديش اسماء كثيره، انا ما نتبعهمش، انا واحد من الناس راني وفي المبدا نتاعي، انا راني ندير فيه، ما نقدرش نعطيكم اسماء، ولكن كاين بعض الاسماء المحترمه مش في بوزبير، خلوكم روحوا ديزابوني انت، واش بدك انت واحد كيما ابرنوس؟ علاش يعني والله غير فهمني، واش من عقل عندك؟ حمار ولا عبد ولا لوحه ولا قوطي في راسك يعني اللي تقدر تتحمل نتايا تسمع ابرنوس زوج دقائق ولا ثلاث دقائق ورا بعضهم؟ تافه زبله يعني، وبعد ما تحشمش تبارطاجي له وتبعث لي تقول لي شوف شنو يقول، واش نشوف يا برنوس انا، واش نشوف فيه انايا؟ واش من فايده فيه؟ يخلوه يسترزق مع المرا مع بوزبير مع اهله الله يسلم، هذاك على بالي باللي راح الريافه يجي من نهار اللي تقوم ثوره في المروك، انا على بالي باللي هذاك اقسم بالله العظيم غير يعروه يبعثوه للشارع لانه خائن بلاده، خلاص خلونا منه بينه بين بوزبير، ما يهمنيش انا ولا سليمي اللي ما عندوش حرف ولا كلمه ولا جمله يقدر يفيدك بها. انا يقولوا لي مدير معهد دراسات الاستراتيجيه، انا هذه اللي خدعتني، انا خدعوني العناوين البراقه، مدير معهد الدراسات الاستراتيجيه بالمغرب الاطلس راه شو يسموه المعهد هذاك، انا ياك يقولوا لي مدير معهد، يا جماعه هاني زعما نقعد وندير، تعرفوا شنو ندير انايا؟ نروح نجيب قهوه وطالعه مليح وكاس تاع ماء وولادي نرقدهم ونركز باش نخرج باكبر عدد اكبر قيمه واكبر فائده منه. يا جماعه والله العلي العظيم غير نروح نتفرج تومي جيري احسن لي، نخرج بفائده افضل، نروح نتفرج تومي جيري والله غير نخرج بفائده سياسيه كبيره افضل بكثير من السليمي هذا تاعهم المدير تاع المعهد الدراسات الاستراتيجيه، كي حتى فائده، يخرط ويكذب كلامه نابع عن حقد،
وشيت للملك شيت 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 وخلاص. تايا كجزائر واش يهمك في واحد يقود الملك نتاعو انت لا دخل ليه لا يعني لا رايح عنده انت ويوجع لك قلبك يخطيك من نهار روح عند مصطفى بونيف وليد بلادك، روح عند سعيد بن زديره وليد بلادك، روح اسمع الحفيظ الدراجي، روح امشي عند الشيخ النووي اضحك شويه، الشيخ النووي وجابها بستيل تاع كوميديا، روح محمد دومير دي فائده تاريخيه، روح امشي عندك تاع ولاد بلادك راهم يخدموا يا صاحبي ابوني عندهم يعني حتى اذا كانوا عندهم مقابل مادي وانا اشك في ذلك، انا على بالي بلي ما كانش، ولكن يا خويا هذاك اولى بها، وليد بلادك اولى بها. انت رايح لي عند السليمي ورايح لي عند ابرنوس ورايح لي عند هذاك اليمني ورايح لي عند المكعب هذاك راسه مكعب هذاك تاع مصر عماد فواز، ومن بعد تجي تشكي لي تقول لي راكم انتم اللي كبرتوهم، والله غير انتم اللي كبرتوهم. نعاود نرجع لفيصل القاسم، فيصل القاسم هذا إنسان